في أن أكون مخلصا لله والوطن، مخلصا لله والوطن، ونساعد الناس في كل حين، ونساعد الناس في كل حين، وأن أعمل بقانون الكشاف، أسبل إخلاص، طاعة، مساعدة. الكبير هو الإبهام الكبير، يعطف على الصغير، والصغير بيحترم الكبير، وهي دائرة الإنسانية اللي بتجمعنا، وأحياناً بتعبر عن البند الثامن من الكشاف اللي هو ابتسامة الكشاف. أنا إذا بدي أقول شو تجربة وضعي، تجربة وضعي هي بناء الإنسان، بناء الإنسان اللي البناء المبني على القيم وعلى الأخلاق باستخدام وسيلة اسمها الحركة الكشفية. فالهدف هو بناء الإنسان، بناء الإنسان إيجابياً باستخدام هذه الوسيلة. وتد هي مو بس قيم، وتد هي قيم مع روح، مع مكان آمن. يعني أنا كتير بقولها لهي الجملة لأنه هي فعلاً قدرت تخلق مكان آمن بوقت كتير قليل الأمكنة الآمنة الموجودة حوالينا. يعني مكان آمن سواء نفسياً، سواء مكانياً، سواء يعني من أبسط 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 الشغلات. يعني أنت بتقدر تبني علاقة كتير حلوة بوتاد من أصغر شبل لأكبر قائد، مع الاحترام، مع الحفاظ على الاحترام. يعني هاي العلاقة الحلوة أبداً ما بينفيها الاحترام. فت الكشاف أعطتني كتير طاقات إيجابية، كمان علمتني أساليب استعمله بحياتي. وأنا شيء إنه ترك علامة بقلبي، إنه لما تقلي إنه لما تكون في هيك فيك تعملي هيك، تستعملي هالطريقة هالأسلوب، أنا كنت استخدمه أنا استخدمته بحياتي وسهلت حياتي كتير. يعني إنه في مثلاً طرق أنا ما كنت بعرفها من قبل، علمتني إياها، مبادئ المحبة ومثلاً إخلاص، كل هدول الشغلات خلاص صار بحياتي، إنه ما إنه خلاص تعودت عليها. هلأ حتى لو تركت وتاد حضل هالشي بحياتي، هلأ أصلاً حيضل بحياتي. نحن شباب يعني الفروقات العمرية ما كبيرة بيناتنا الحقيقة، يعني في احترام، في روح محبة بتلاقيها بوتد بين الشباب بشكل عام والصبايا. يعني كتير عايشين أسرة، نحن الحقيقة خالقين جو عائلة وعاملين مكاننا الآمن. يعني مجموعة وتد هي يمكن كل حدا عائلته أكيد هي مكانه الآمن، لكن مجموعة وتد هي مكان آمن لهدول الأطفال واليافعين والشباب اللي هنن بيحسوا أنه هون في انتماء قوي لإلهم. الجملة اللي بحبها اللي أقولها على الوتد إن هي أهلي وإخواتي.